السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من مشروع ولاد مطاع. الساعة تشير إلى الواحدة ليلا تقريبا. عندنا واحد الرسالة كنبغي نوجهوها لجميع الناس اللي باقين فايقين والناس اللي بغا يفيقوا في الصباح. هاد الطريق هادي ديال شارع سهل الرون غدا راها مسدودة، كاع الزناقي مسدودين. الله يجازيكم بخير، ما نعرقلوش الاشغال لان غدا غتكون عندنا عمليه الاسفلت. وكما كتشوفوا هنا الاخوان راه كيسدوا الطرقان هنايا على امل ان شاء الله تسالي الاشغال غدا ونشوفوا واحد الصوره اللي هي جميله ديال هذا الشارع. دابا راه كيفيني وهاد الخرجات هادو كاع الزناقي اللي هنايا والخرجات ديالهم كيفينيهم. ها انتم كما كتشوفوا معنا الطريق عاوتاني سدوها من هنا لقدام. ها انتم كما كتشوفوا والجي سي بي راه جالسه كتفرق هنايا في هذاك البيطون هنا كتسد الزناقي. على امل ان شاء الله غدا غنشوف واحد العمليه ديال الاسفلت اللي غتعطينا واحد الشارع رائع جدا، فين يبان اجدال وفين يبانوا شوارع راقيه. كنقول لكم شارع سهل الرون ولاد مطاع عنده واحد المستقبل كبير، شريطاته ان الساكنه حتى هي تنخرط في التغيير في الاصلاح. لان كما كتشوفوا تبارك الله هنا كنشوفوا امور اللي هي مهمه، كنشوفوا امور اللي هي مزيانه ان شاء الله اللي غتعطينا واحد الصوره جميله. فهنا كنشوفوا الطريق غادي تسد هنايا، اللهم بارك. غدا غدا نعم سيدي غنواكبوا معكم العمليه ديال الاسفلت وغتشوفوا معنا امور مميزه ان شاء الله اللي غتعطينا واحد الشارع رائع ان شاء الله. اقرب نقطه في مدينه تماره المركب الامير مولاي عبد الله اللي غيعرف واحد التظاهرات كبيره ان شاء الله. يعني في تماره المدخل الشمالي كنلقاو شارع سهل الرون اللي فيه مجموعه من المحلات هنايا، الله يسخر للجميع بدون استثناء. وهنا كما كتشوفوا فالتحضيرات تحضيرات متواصله، وهنا تبارك الله الاعمده الكهربائيه عطات واحد الجماليه واحد الاضافه هنا في المشروع. فنتمناو من الله الخير والتيسير يا ربي، واكيد اكيد غتكون تغييرات كبيره. وكما كتشوفوا معنا فالمدخل الشمالي ديال مدينه تماره هو هذا الرون بوان اللي كدينا لجهه الرباط اللي كدينا لنقاط اخرى. هنايا الاتجاه ديال المعهد بن حمزه والرواد والمرافق الاخرى اللي عندنا القدام كتبنا. فكنبغيو ننوهو بالتفاعل الايجابي ديال الساكنه صراحه اللي تفاعلوا. اغلب الناس خلاو السيارات ديالهم خارج الطريق هذه لانه بزاف الناس كيحطوا السيارات ديالهم هنايا، ولكن بقات هذه الليله استثناء استثناء ان شاء الله على امل انه غدا غادي نشوفوا واحد الاشغال مهمه، اشغال استثنائيه. فكنبغي نقول لكم غدا اي واحد عنده السياره وبغى يمشي للرباط بغى يدخل من الرباط لتماره فيتفادى هالطريق، لانه غدا ان شاء الله عندنا العمليه ديال الاسفلت ان شاء الله. ردوا البال والطريق ما تدوزوش منها. هالطريق هادي راهم الناس خدامين لساعات متاخره من الليل على اساس ان شاء الله غنشوفوا عمليه الاسفلت وغنشوفوا امور اللي هي مهمه في مدينه تماره. ونتمنوا من الله جميع الشوارع في المدينه تاخذ الحق ديالها باش الامور تكون مزيانه. كنتمنوا من الله ان جميع الشوارع بمدينه تماره نشوفوها في حله جديده بدون استثناء بدون استثناء. واش غادي نقول لكم؟ الله يكمل كل شيء على خير يا ربي. واي حاجه الاخوان فحنا راه الاشاره غنخلي لكم رقم الهاتف لان مجموعه من الاصدقاء خلاو لي في التعليق بغينا رقم الهاتف. الرقم هو 06 91 65 48 92 06 91 65 48 92. وواحد النقطه بغيت نذكر بها الله يجازيكم بخير لان الذكرى تنفع المؤمنين، وهي المساله ديال النفايات نخرجوها في الوقت. الله يجازيكم بخير، النفايات نخرجوها في الوقت ولا لقينا شي بلاصه نقيه ما نعاودوش نحطو فيها، نقلبوا على البلاصه اللي باقي غيدوز فيها الكاميو باش الامور تكون مزيان. والله يسهل الامور للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.